تناقض بين انك تستحدث ملاعب جديده فانك يعني تهمل الملاعب القديمه. اكبر الملاعب في العالم هي اقدمها تاريخيا واكثرها حضاره. في انجلترا مثلا ويمبلي يعامل على انه ملعب المنتخب الانجليزي، وباقي الانديه اللي هي او باقي ملاعب الانديه هي اللي تقام عليها الدوري او تستحدث. الملاعب لما تدخل في المدينه تحييها رياضيا. جده هنا احيت ايما احياء بعد استاد الملك عبد الله الجوهره، وانا واحد من الناس اللي يتعمد انه يحضر مباريات انديه الرياض مباريات الجماهيريه هنا في جده علشان هذا الملعب. ملعب ممتع جدا، جمهور الهلال ارتفعت نسبه حضوره بشكل جدا كبير بعد ان الهلال يعني قدر انه يوقع عقد لمده 3 سنوات مع ملعب الجامعه. في كل الاحوال الملعب هو يعني المنشاه الرياضيه تعطي دافع للجمهور انه يحضر ويستمتع. فما بالك اذا كانت اصلا المنشاه من ايام الثمانينات مبنيه على اسلوب لعب معين، حتى الكره يعني اختلفت في ذاك الوقت عن هذا الوقت، بالاضافه الى ان التطوير والتكييف وما الى اخره من اساليب الرفاهيه تفتقدها ملاعبنا. انا اتمنى ان تطور ملاعبنا، نعم، لكن انا ضمن الناس اللي صوتوا اني اتمنى ان الملاعب الرياضيه او تبنى ملاعب رياضيه ومدن رياضيه جديده في المملكه. هو 3 4 خيارات، نعم بسرعه، زياده بسيطه، تحديث الحالي لا نحتاج. انت تختار ايش يا خالد؟ انا اخترت وخلصت مع اللي هو مع نعم وبشده، لانك في المملكه العربيه السعوديه لديك كميه كيانات رياضيه عظيمه، كميه جماهير شغوفه وقيمه فنيه، انت الافضل في المنطقه، انت الوحيد اللي في المنطقه على الاقل تستحق هذه الاحترافيه، لان احنا فعلا نملك ما لا يملكه غيرنا في المنطقه.